مساء الخير. أنا هاني غرايبة، مترجم لكتاب حمام بلقاني تأليف المؤلف فلاديسلاف بايت، وقد تم ترجمته عن اللغة الصربية. اللغة الصربية اللي كانت لغة يوغوسلافيا السابقة التي الآن تقسمت إلى عدد جمهوريات. وهذا الكتاب يتناول مرحلتين، يعالج الكاتب فيها مرحلتين، مرحلة العثمانيين في سيطرتهم على البلقان وحتى أسوار بودابست، وينتقل بجزء الثاني من الكتاب إلى الثمانينات من القرن العشرين. بطل هذه الرواية وخصوصا الجزء الذي يتحدث عن الحكم العثماني هو محمد سوكولوفيتش، الذي كان أخذ من عائلة مسيحية ومنذ صغره، وتلاقن اللغة العربية والديانة الإسلامية وأصبح مسلما. ويتطرق الكاتب إلى ازدواجية الشعور الإسلامي والمسيحي، يعني كونه مسؤول من دولة إسلامية حيث وصل إلى أعلى المراتب، إلى منصب الصدر الأعظم، وكانت له إنجازات تسجل للدولة العثمانية. بالمقابل لم ينسى أصله، فكانت له إنجازات في مسقط رأسه من بناء الجسر المشهور، جسر سوكولوفيتش، الذي ألف عنه إيفا أندريتش قصة جسر على نهر الدرينا. هذا الكتاب أصبح الآن موجود في مكتبة جامعة اليرموك،